أهلا بكم، والبداية مع العناوين. حزب الله يكشف عن منظومة ثار الله للصواريخ المزدوجة الموجهة ضد الدروع، وقلق في تل أبيب من عدم جاهزية الجبهة الداخلية لأي حرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة القرم بعشرين مسيرة، وشويغو يتفقد قوات بلاده في منطقة القطب الشمالي. بكين تتهم واشنطن بالسعي لتقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي من أجل تحقيق مصالحها، ونائب رئيسة تايوان يستعد لزيارة الولايات المتحدة. تأجيل اجتماع رؤساء أركان مجموعة إكواس بشأن النيجر، وأنصار المجلس العسكري يتظاهرون رفضا لتهديدات المجموعة باستخدام القوة. كشفت المقاومة الإسلامية في لبنان عن منظومة ثار الله، وهي منصة مزدوجة للصواريخ الموجهة، وقد دخلت هذه المنظومة العمل في تشكيلات المقاومة الإسلامية عام 2015، وأظهرت نتائج لافتة خلال استخدامها في غير ميدان، وتتميز بأنها ضد الدروع ومخصصة لرماية صواريخ كورنت، وهي تتألف من منصتي إطلاق وتتمتع بدقة إصابة الأهداف بتوقيت متزامن وتدميرها. إضافة إلى ذلك، فأن منظومة ثار الله تستخدم في الرماية النهارية والليلية، وتتميز بسهولة التحرك والمناورة. قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجبهة الداخلية ليست جاهزة للحرب، إذ تحتاج مستوطنات الشمال إلى 10,000 ملجأ، ويعيش 1.5 مليون إسرائيلي من دون حماية، وسط تأكيد رئيس جهاز أمان السابق عموس يدلن أن القلق العسكري الأساسي لتل أبيب هو من حزب الله. التهديد العسكري الأكبر الذي يهددنا هو حزب الله الذي قوي كثيرا، فالإيرانيون أعطوه 3 مكونات للقوة لم تكن موجودة في العام 2006،
هي صواريخ دقيقة ودفاع جوي، إضافة إلى قوات الرضوان التي من المفترض أن تحتل منطقة الجليل. لذلك إن القلق العسكري الأساسي هو من حزب الله، بدلا من أن يتدرب الجيش الإسرائيلي على مواجهة حزب الله، يوجد في الضفة الغربية 30 كتيبة. رأى اللواء في الاحتياط وقائد ذراع البر سابقا جيتسور أن قانون التجنيد خط أحمر، وإذا جرى تجاوزه فسيكون هناك تفكك في الجيش. أما قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومر بار فقال إن هذا السلاح لن يعود إلى ما كان عليه قبل احتجاج عناصر الاحتياط. قائد سلاح الجو تومر بار اجتمع اليوم إلى عدد من ضباط الاحتياط، وهم قادة كبار في القيادة التشغيلية بسلاح الجو. هذا السلاح هو الآن في حالة كفاءة، لكن يوجد ضرر آخذ بالتزايد، إلا أن هذا السلاح لن يعود إلى ما كان عليه قبل احتجاج عناصر الاحتياط الذي استقال خلاله مئات الطيارين، وهناك كثيرون ما زالوا مترددين. في الذكرى السنوية 17 لنصر تموز يوليو عام 2006 تخصص شبكة الميادين تغطية خاصة للمناسبة، فنصر تموز كان محطة مفصلية في خط الانحدار الإسرائيلي، هزم فيه الاحتلال هزيمة عسكرية واضحة أرست معادلة ردع جديدة لم تعتدها تل أبيب في حروبها السابقة. نصر تموز أصبح نقطة تحول تاريخية أفضت إلى وحدة وطنية وعربية وإسلامية بوصلتها فلسطين، وجمعت كل المؤمنين بمشروع المقاومة والتحرير. على الرغم من كل محاولات التشويه والتحريض والضغط على جمهورها، فإن الالتفاف الشعبي حول المقاومة في خط تصاعدي. فما سر تمسك بيئة المقاومة بخياراتها؟ تقرير حسين السيد. أنتم يا جمهور المقاومة ويا بيئة المقاومة، أنتم يا أبناء المقاومة، يا من دمرت بيوتكم ودمرت أرزاقكم وقدمتم آلاف الشهداء والجرحى وتحملتم وصمتتم وصبرتم، نحن على يقين من جوابكم. مع المقاومة هو جواب جمهورها وخياره عند كل استحقاق. أيام صعبة تمر على لبنان، أزمة اقتصادية، انقسامات وتشرذمات سياسية، خضات أمنية، وكلها تترافق مع تحذيرات من احتمال اندلاع حرب واسعة مع إسرائيل. بدأت حملات الضغط على بيئة المقاومة بالتصاعد مع انطلاق التحركات الشعبية عام 2019. استغلت بعض القوى السياسية المطالب الشعبية لتحول المقاومة إلى خصم وتحملها المسؤولية عن الأزمات كثيرة الأوجه التي تعانيها البلاد. لبنان العالق في نفق لا حلول، جاءه الحصار الغربي ليعمق قعر الأزمة فيه وصولا إلى الانهيار والذي كانت ذروته مع انفجار مرفأ بيروت. لم تكن المدينة قد لملمت جراحها بعد حتى انطلقت حملة تشهير واسعة بحق المقاومة. منذ الساعات الأولى وجهت وسائل إعلام وأحزاب سياسية سهامها نحو المقاومة مكيلة الاتهامات لها، وصولا إلى حد تحميلها المسؤولية عن الانفجار، وما زالت حملة التحريض مستمرة. في الواقع يظهر أن لهذا المسار التحريضي وجها واحدا يتمثل باستهداف جمهور المقاومة ومحاولة سلخه عن مشروعه وخياراته. سريعا بدأن حملات الضغط هذه باءت بالفشل. جاء الرد الأول والأقوى في صناديق الاقتراع، التفاف شعبي واسع حول المقاومة أظهرته نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة. أكثر من 340 ألف صوت حصدها حزب الله وحده من دون حلفائه، ليظهر بذلك أنه الحزب الأكثر شعبية في لبنان. لا تتردد بيئة المقاومة في إظهار تمسكها بخياراتها. على الأرض تحظى الفعاليات التي يدعو إليها حزب الله بمشاركة شعبية واسعة.
هو تعاظم في الالتفاف الشعبي حول المقاومة بالرغم من كل محاولات الترهيب، يأتي ليؤكد مجددا أن القناعة الراسخة لدى جمهور المقاومة لا يمكن أن تبدلها أو تحرفها الأزمات والضغوط. وينضم إلينا من بنت جبيل في جنوب لبنان مراسل ميادين عباس صباغ، ومن ضاحية بيروت الجنوبية مراسلة الميادين فرح عمل. عمر أهلا بكما، أبدأ معك عباس من جنوب لبنان من بنت جبيل، وحدثنا عن آخر أيام المواجهة خلال حرب تموز 2006 مع الجيش الإسرائيلي، كيف كانت خاصة قبل ساعات من وقف هذه المواجهات؟ ما الذي ميز المعارك حينها؟ نعم، تحية لك أحمد والزميل فرح والمشاهدين المدينة الأكارم. بطبيعة الحال نحن اليوم السبت في 12 من آب أغسطس، يصادف أيضا السبت 12 من آب أغسطس يوم صدور القرار 1701 الذي أوقف الأعمال العدائية من الجانب الإسرائيلي بطبيعة الحال، لكن هذا لم يمنع من استمرار المواجهات والمواجهات القاسية بين رجال المقاومة وجيش الاحتلال، وتحديدا في وادي الحجير وما عرف بمجزرة المركبة في 12 من آب أغسطس مثل هذا اليوم. وفي موازاة ذلك استمر جيش الاحتلال بارتكاب مجازره، وكانت مجزرة رهيبة في الضاحية الجنوبية في هذا اليوم. بطبيعة الحال يعني بنت جبيل كسائر قرى وبلدات الجنوب اللبناني لها رمزيتها، وتحديدا تلك القرى الحدودية في هذه المدينة، يعني استبسل رجال المقاومة لمنع جيش الاحتلال من الدخول إلى بنت جبيل بما تعنيه من رمزية كعاصمة للتحرير الأول عام 2000، وعبارة السيد حسن نصر الله الشهيرة بأن إسرائيل أوهم من بيت العنكبوت أطلقت من بنت جبيل، وكان الهدف الوصول يعني إلى منطقة قريبة من هذا المكان المتواجدين فيه لرفع يعني العلم الإسرائيلي، ولم ينجح جيش الاحتلال رغم كل المحاولات المتكررة وقصفه لمدينة بنت جبيل بشكل دمر آلاف الوحدات السكنية والمدن وللقرى والبلدات المجاورة. بنت جبيل كسائر البلدات أحمد هي حاضنة لهذه المقاومة، تعيش أياما على معادلات جديدة أرستها المقاومة، حركة اقتصادية مزدهرة في هذه المنطقة، زراعة وبساتين واهتمام بالمزروعات على السياج الشائك من دون الالتفات إلى هذا الجيش الذي مدجج يعني أحدث أنواع الأسلحة. هناك معادلات أرسيت خلال هذه الفترة خلال 17 عاما وتتعاظم مع كل فترة، وما شهدناه في أكثر من منطقة وعينته الميادين في الفترة الأخيرة يدل بأن هذه المعادلة الردع هي نتيجة نصر تموز الذي يتعاظم كل يوم وكل شهر وكل سنة. نعم أحمد. طيب، كان هذا المشهد في بنت جبيل مع الزميل عباس. الآن ننتقل إلى زميلة فرح عمر من الضاحية الجنوبية لبيروت. فرح، لطالما كانت الضاحية الجنوبية لبيروت الهدف الأول لدى الإسرائيليين وما زالت حتى اليوم، حدثينا عن المشهد في الضاحية بعد سنوات الحرب وبعد سنوات الانتصار، وكيف ينظر الأهالي أهالي الضاحية اليوم إلى كل هذه التهديدات الإسرائيلية؟ نعم أحمد، عندما نستذكر حرب تموز ونستذكر أيضا انتصار المقاومة في حرب تموز، لابد أن نذكر أيضا بالمجازر التي ارتكبها العدو الإسرائيلي خلال حرب تموز، يعني المجازر التي طالت أهالي الضاحية الجنوبية على وجه الخصوص، لتبقى على مسمع الجميع وخصوصا المجتمع الدولي الذي تغفل عن هذه الجرائم وتغفل عن محاسبة إسرائيل عنها، ولعل أبرزها هي مجزرة الشياح هنا في الضاحية الجنوبية وفي منطقة الشياح، حيث أنا متواجدة. هذه المنطقة التي كانت تعج بالحياة والتي رفضت الاستسلام في حرب تموز عام 2006، ولكن في 7 من آب أغسطس عام 2006 كثف العدو الإسرائيلي غاراته عليها، وبالتالي أدى إلى مجزرة كبيرة، أكبر مجزرة في حرب تموز عام 2006 هي مجزرة الشياح، وأدت إلى استشهاد 56 شخصا مدنيا بينهم أطفال ونساء. ولكن رغم هذه المجازر وكل الجرائم التي ارتكبها العدو الإسرائيلي خلال حرب تموز، هذه المجازر ما زادت المواطنين إلا ثباتا والتفافا حول المقاومة، الذين يعني حتى هذا اليوم يؤكدون أنهم ثابتون على خطى المقاومة، خصوصا بعد معادلة الردع التي أرستها المقاومة وأرسها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله تل أبيب مقابل الضاحية. هذه المعادلة التي أعطت الطمأنينة هنا لسكان الضاحية الجنوبية، أيضا مع تعاظم قدرات المقاومة وأسلحتها المتطورة، هذا أيضا زاد من الأمان
كمان هنا في الضاحية الجنوبية التي عادت تعش بالحياة، يعني منطقة الشياح كحال بقية المناطق في الضاحية الجنوبية التي عادت الحياة إليها منذ اليوم الأول لإعلان انتصار المقاومة في حرب تموز عام 2006. عاد أهالي منطقة الشياح كسائر مناطق الضاحية الجنوبية إلى بيوتهم رغم الركام ورغم أن تحولت هذه المنازل جميعها إلى ركام، ولكن عادوا إلى هنا وبمساعدة المقاومة التي أطلقت مشروع وعد لإعادة أعمار الضاحية الجنوبية عادوا إلى منازلهم ورفضوا الاستسلام أمام العدو الإسرائيلي. يعني بالتالي هذه الغارات وهذه التهديدات كلها التي حتى اليوم تطال الضاحية الجنوبية لا يأبه إليها المواطنون في الضاحية الجنوبية مع تعاضد قدرات المقاومة وأسلحتها وأيضا معادلات الردع التي أرستها المقاومة، وجميع هؤلاء يؤكدون حتى هذا اليوم أن المقاومة هي خيارهم الوحيد وباقون ثابتون على مبادئها وعلى سلاح المقاومة وحماية هذا السلاح من أجل حماية لبنان. نعم أحمد، شكرا لك فرح عمر مراسلة الميادين، كنت معنا من ضاحية بيروت الجنوبية، وأيضا أشكر الزميل عباس الصباغ كان معنا من بنت جبيل في جنوب لبنان. لنصر تموز الذي حققته المقاومة في لبنان وهزيمة الاحتلال وفشل المشروع الأمريكي في المنطقة أصداء في أمريكا اللاتينية التي تعدها واشنطن حديقة خلفية لها وتخوض معركة مشابهة ضد الهيمنة الأمريكية. تقرير عروة محمود. تحل ذكرى حرب تموز في لحظة دقيقة يمر بها العالم، وهي الحرب التي شكلت بداية لهزيمة المشروع الأمريكي في المنطقة. لحقتها إخفاقات لهذا المشروع في الجهة المقابلة في أمريكا اللاتينية. نصر تموز سلط الضوء على مقاومة وصلت أصداء انتصاراتها إلى أقصى بقاع الأرض. الذي حققته المقاومة اللبنانية كانت له ارتدادات وتأثيرات في أمريكا اللاتينية والعالم أجمع، لأنه برهن ضعف الادعاءات الأمريكية بقدرتها على الهيمنة على العالم، وخصوصا في أمريكا اللاتينية التي تراها الولايات المتحدة حديقتها الخلفية. بالنسبة إلى متابعي الشأن العربي في كوبا، مثل انتصار المقاومة في لبنان في تموز عام 2006 وهزيمة إسرائيل المذلة مصدر إلهام لكل القوى التي تناضل ضد الهيمنة الإمبريالية. كانت صفعة قوية ذات وقع عالمي، هذا النصر الكبير للشعب اللبناني والقوى الوطنية وصل أثره إلى أمريكا اللاتينية، مثل مصدر إلهام لنا جميعا في كوبا وفي كل جزء من العالم في المعركة التي نخوضها سويا ضد الإمبريالية وعملائها. على الرغم من السمات المختلفة بين المقاومة في الشرق الأوسط وفي أمريكا اللاتينية، أن الجوهر هو نفسه. هزيمة إسرائيل هي هزيمة للمشروع الأمريكي الذي لا يقتصر على الشرق الأوسط، بل هي هزيمة لكل المشروعات الأمريكية ضد حركات التحرر الوطني. وبالرغم من بعدها الجغرافي، لم تكن أمريكا اللاتينية عموما وكوبا خصوصا بعيدة يوما مما يحدث في المنطقة العربية، وهي التي قطعت العلاقات ما بينها وبين الكيان الإسرائيلي دعما ونصرة للقضية الفلسطينية. لنصر تموز وهزيمة إسرائيل أصداء تجاوزت الحدود الإقليمية لتصل إلى القارة اللاتينية التي تمثل بدورها ساحة مقاومة أخرى في وجه المشروع الأمريكي للهيمنة على العالم. عروة محمود، هافانا، الميادين. نظم الائتلاف العراقي لنصرة المسجد الأقصى مؤتمره الأول الذي شارك فيه وفد من المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج ورئيس ديوان الرئاسة العراقية. رئيس الائتلاف حسين الزبيدي قال أن عقد المؤتمر جاء في ظروف استثنائية أبرزها تصاعد الانتهاكات في المسجد الأقصى وذكر أحراقه عام 69، فيما تضمنت المشاركة معرضا للأعمال اليدوية التي توضح التراث الفلسطيني وما تتميز به المدن الفلسطينية بهدف تعريف المجتمع العراقي بها. قالت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 20 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا في اتجاه القرم بالتزامن مع استئناف حركة المرور على جسر القرم بعد تعليقها فترة وجيزة.
ميدانيا سيطرت القوات الروسية على 4 نقاط حصينة و5 نقاط في مراقبة للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركيف شرقية أوكرانيا، قضت خلالها على أكثر من فصيلة مشاة في منطقة أولشانا السكنية. كذلك أحبطت عمليات هجومية استهدفت مواقعها في منطقتي سينغوفكا وماكوفكا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو تفقد حاميات نائية للأسطول الشمالي في منطقة القطب الشمالي. وقالت الوزارة أن شويغو فحص تنظيم الخدمة وسير تنفيذ المهام المكلة إلى الوحدات الخاصة المنتشرة في أرخبيل نوفايا زيميليا، بما في ذلك استعدادها للعمل لحماية المواقع الحيوية والدفاع عنها. انضم إلينا من موسكو محلل الميادين للشؤون الروسية مسلم شعيتو، صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه النشرة. نبدأ من تفاصيل إسقاط المسيرات الأوكرانية 20، وماذا كانت تستهدف هذه المسيرات في القرم؟ نعم، صباح الخير لك وللمشاهدين والمستمعين. أطلقت القوات الأوكرانية والعصابات المتشددة 20 طائرة مسيرة باتجاه القرم مستهدفة مراكز مدنية. تم إسقاط 14 منهم بواسطة وسائل الدفاع، وتم تعطيل إلكترونيا المتبقي من هذه المجموعة. هذا رد واضح على ما تقوم به القوات الروسية من إنجازات تحققه في منطقة خاركوف، حيث أنها تحرر الكثير من القرى والمراكز المدنية، وأيضا على التعثر الواضح أيضا للهجوم الأوكراني الذي بدأ أنه لم يحقق شيئا على أغلب الجبهات، ولذلك لجأوا إلى استعمال هذا الأسلوب ضد المراكز المدنية، وكان آخرها أيضا ضد موسكو التي البارحة أو ما قبل البارحة تم إسقاط طائرتين متجهتان إلى موسكو، وهما مسيرتان أرسلا من أوكرانيا. إذن هذه العمليات نحن ننتظرها أن تتوسع، والتعرض للبنية التحتية والمدنية حكما سيستمرون بذلك. طيب، هل يمكن أن يتم ردع كل هذه المحاولات الأوكرانية خاصة عبر إرسال الطائرات المسيرة؟ يعني نلاحظ أن موسكو في كل مرة تثبت أنها قادرة على إسقاط هذه المسيرات قبل الوصول إلى هدفها في معظم الحالات، وأيضا هناك تقدم على الأرض كما تفضلت منذ قليل في مقاطعة خاركيف وسيطرة على نقاط جديدة للجيش الأوكراني. هل كل هذه التطورات يمكن أن تردع كل هذه المحاولات الأوكرانية وبالتالي يكون هناك تغيير في المرحلة المقبلة؟ يعني التغيير فعلا يتطلب قصف والتعرض لمراكز القيادة ومراكز إطلاق هذه المنظومات، إن كانت الجوية منها بالطائرات أو البحرية التي تستعمل في البحر الأسود. التعرض أو بالأحرى مواجهة فقط هذه المسيرات أعتقد أنه ليس كافيا، يجب أن تطال العملية مراكز القيادة، مراكز الأساسية في القرار السياسي، وأيضا التعرض لمراكز التدريب التي تجهزها الأنجلوساكسونية وحلف الناتو في الكثير من مناطق أوكرانيا. هذه هي قد تغير معادلة العسكرية، لكن فقط مواجهة طائرات روسيا تستطيع ذلك، ولكنها أيضا لا تقوم بها لأنها تعرف أن هناك معركة قد تكون أكبر مقبلة في جبهات مختلفة، ولذلك لا تكشف أسرار وشفرة الإلكترونيات التي تستطيع مواجهة كل هذه المسيرات. شكرا لك مسلم شعيتو محلل الميادين للشؤون الروسية، كنت معنا من موسكو. أوكرانيا تقر بصعوبات في الجبهة الشمالية الشرقية وببطء هجومها المضاد، في وقت طلبت فيه روسيا عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف التي أدت إلى تفاقم الأزمة وتقويض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي. لم يمض عام حتى الآن على سيطرة الجيش الأوكراني على منطقة كوبيانسك ومعظم منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا، وها هو يقر اليوم بصعوبات في الجبهة الشمالية الشرقية.
ومع إعلان الجيش الروسي تعزيز مواقعه هناك ومواصلة الهجوم على جبهة واسعة على ذلك المحور وتعزيز مواقعه التكتيكية، أعلنت الإدارة العسكرية لمنطقة كوبيانسك بدء إجلاء السكان من 37 بلدة وقرية قريبة من جبهات القتال. من جهتها أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 4 صواريخ فرط صوتية من طراز كينجال، جرى تدمير أحدها فوق كييف وأصابت الأخرى مطاراً في كولومبيا. في المقابل أعلن الجيش الروسي تدمير مسيرة أوكرانية فوق ضواحي غرب موسكو، متهماً كييف بالوقوف خلف الهجوم، وهو ليس الأول في نوعه حيث تعرضت العاصمة الروسية لهجمات مماثلة خلال الفترة الماضية. هذه المعطيات تؤكد مجدداً فشل القوات الأوكرانية في هجومها المضاد الذي كان يعول عليه الغرب لقلب المعادلة برغم الدعم العسكري المفتوح لكييف. ووسط تقارير بشأن تعثر الهجوم، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة 13 مليار دولار، فيما وجد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن نفسه يعلن مرة جديدة أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية سيستمر لأشهر عديدة أخرى، فيما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمسؤولون الروس قد أكدوا مراراً أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب لن يساعد أوكرانيا على كسر جبهة الجيش الروسي. ويوم أمس سلم الاتحاد الأوروبي 223 ألف قذيفة إلى أوكرانيا في إطار الجزء الأول من خطة لإمدادها بمليون طلقة مدفعية. في غضون ذلك أكد موقع ذا مسنجر الأمريكي تضرر أو تدمير 20% من الأسلحة الغربية التي نقلتها أوكرانيا إلى الجبهة في الأسبوعين الأولين من هجومها المضاد. الموقع أشار إلى أن أحد أنظمة الأسلحة التي تعرضت لضرر شديد هو مركبة القتال الأمريكية برادلي، وقال أن معدل الخسائر أثر علامات الاستفهام عن مستقبل الحرب. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أقال جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم، عازيا ذلك إلى شبهات فساد. هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب. ولماذا يعد التهكم والرشا خلال الحرب خيانة؟ القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار. قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إن الدول الأعضاء سلمت القوات الأوكرانية ذخائر بأعداد ضخمة ضمن خطة لإمدادها بمليون قذيفة مدفعية. وبحسب ستانو فإن الكمية بلغت نحو 224 ألف ذخيرة مدفعية ذاتية الدفع بعيدة المدى وذخيرة دقيقة التوجيه وذخيرة تاون، إضافة إلى 2300 صاروخ من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للذخائر التي جرى تأمينها بلغت 1.2 مليار يورو. اتهمت الصين الولايات المتحدة بالسعي لتقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي من أجل تحقيق مصالحها الجيوسياسية. وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال إن واشنطن تسببت بتفاقم الخلافات البحرية بين الصين والفلبين وحرضتهما كذلك على المواجهة، مشيرا إلى أن بكين عرضت مرارا على مانيلا حل الخلافات القائمة بينهما من خلال الحوار. كذلك دعا المنطقة إلى أن تكون أكثر يقظة وأن تبذل جهودا لضمان السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. إلى ذلك، وفي زيارة دانتها الصين، يتوجه نائب رئيسة تايوان ويليام لي إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن يتوقف لي في واشنطن وهو في طريقه إلى باراغواي لحضور أداء رئيسها اليمين وفي طريق عودته أيضا. مسؤولون تايوانيون قالوا لوكالة رويترز أن الصين سوف تستخدم زيارة لي وهو مرشح الأول لمنصب رئيس تايوان في الانتخابات المقبلة ذريعة لبدء تدريبات عسكرية الأسبوع المقبل قرب تايوان. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. توتر جديد بين أذربيجان وأرمينيا.
أهلا بكم من جديد. أرجي اجتماع رؤساء الأركان لدول مجموعة الدول الغربية أفريقيا الاقتصادية إكواس المتعلق بالوضع في النيجر بعدما كان من المفترض أن يعقد اليوم. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية فإن قرار تأجيل الاجتماع اتخذ لأسباب فنية من دون الكشف عن موعد آخر. وكان الألاف من أنصار المجلس العسكري قد تظاهروا قرب القاعدة العسكرية الفرنسية في نيامي ورفعوا أعلام روسيا والنيجر وهدفوا فلتسقط فرنسا فلتسقط إكواس، كما أكدوا دعمهم للمجلس العسكري وقائدهم الجنرال عبد الرحمن تياني. ضباب يغطي الموقف الأفريقي والدولي تجاه النيجر، تارة تهدد إكواس بالتدخل العسكري وطورا تلوح بحل سلمي. تقرير حبيب عز الدين. برغم تهديدها بالتدخل عسكريا في النيجر ما زالت مجموعة دول إكواس تراوح مكانها وموقفها عالق بين خيارين، تدخل عسكري أم حل سياسي. فبعد إعلان رئيس ساحل العاج الحسن وتارا أن قادة إكواس أعطوا الضوء الأخضر لبدء عملية عسكرية في أقرب وقت ممكن، لم تتبنى نيجيريا على نحو مباشر هذا الخيار، إذ قال الرئيس النيجيري بولا تينوبو إن كل الخيارات مطروحة وإن المجموعة تتمسك بدعم النيجر نحو استقرار سلمي. إكواس كانت قد أمهلت المجلس العسكري في النيجر 7 أيام وإلا فستتدخل عسكريا، فانقضت المهلة ولم ينفذ التهديد، بل تراجعت النبرة إلى الحديث عن مساع لحل دبلوماسي بالحوار مع إبقاء استخدام القوة خيارا مطروحا من دون تقديم تفاصيل عن ذلك. وفيما كان اجتماع لقادة أركان دول إكواس مقرر انعقاده يوم غد في غانا، أعلن المتحدث باسم المجموعة إرجاءه إلى الأسبوع المقبل. فهل يحدث التدخل العسكري في الوقت الذي يطالب فيه الاتحادان الأوروبي والأفريقي بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين، وبالتزامن مع تحذير الولايات المتحدة للقيادة العسكرية النيجرية؟ سنواصل التركيز على الحل الدبلوماسي للوضع في النيجر. أعتقد أن زملائنا في وزارة الخارجية تحدثوا عن بعض تلك الجهود فيما يخص آليات التواصل. حصلت النيجر على الديمقراطية بصعوبة، ولذا فإننا سنستمر في التركيز على العمل لتحقيق هذه الغاية، ونؤكد مجددا أن الوضع هناك لا يزال متقلبا ونواصل مراقبته من كثب. في خضم ذلك يرفض المجلس العسكري النيجري كل الدعوات الدولية إلى التنحي وإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة، ماضيا في خطواته عبر تأليف حكومة جديدة ومعلنا التأهب لمواجهة أي احتمال. فأيهما ستغلب على المشهد، لغة الحوار أم القوة؟ أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن انتهك بروتوكولات تجنب التصادم في سوريا 11 مرة في 24 ساعة الماضية. وأشار المركز إلى أن الخرق يعود إلى رحلات الطائرات من دون طيار غير المنسقة التي تقوم بها واشنطن، مضيفا أن منطقة التنف السورية الحدودية مع العراق سجلت العدد الأكبر من الخروق يوميا. في هجوم إرهابي جديد لداعش هو الأعنف منذ أعوام على الجيش السوري، استشهد وأصيب العشرات من جنود الجيش في كمين نفذته خلايا داعش في بادية الميادين جنوب شرقي دير الزور. الهجوم يشير إلى محاولات تفعيل خلايا التنظيم في الأشهر المقبلة. تقرير محمد الخضر. مرة أخرى تستخدم خلايا داعش تحت جنح الظلام لضرب جنود سوريين في عمق البادية. الحصيلة الأقصى منذ 3 سنوات مسرحها طريق المحطة الثانية باتجاه الميادين جنوب شرق دير الزور. هنا كانت تسير حافلة الفرقة 17 في الجيش السوري بين نقاط حراسة متقدمة. لا يبعد الطريق سوى كيلومترات عن الحدود العراقية وجنوبا يكمل محورا يقود إلى قاعدة التم. المنطقة التي نفذت فيها هذه العملية هي منطقة هامة جدا جغرافيا وعسكريا، لأنها ممر إجباري للقوات المسلحة العربية السورية ولقوافل الدخول والمغادرة إلى المنطقة الشمالية الشرقية عبر البادية السورية.
ليست الجغرافيا وحدها ما يشير إلى الاستثمار الأمريكي في خلايا داعش، وقد أنهكها فقدان أي سيطرة على الأرض ومقتل قادتها الأربعة خلال 4 سنوات فقط. التعزيزات الأمريكية شبه يومية لقواعد التحالف في حقري العمر وكينيك النفطيين، والاستعدادات لنقل مسلحين من مناطق النفوذ التركي إلى التنف بغية ضرب التواصل الجغرافي بين سوريا والعراق، دلائل جديدة على محاولة إرباك الجيش السوري وحلفائه في البادية. هناك مسعى أساسي لقطع طريق التواصل ما بين دول محور المقاومة في منطقة المثلث السوري الأردني العراقي المشترك. هجمات داعش تقابلها تعزيزات للجيش السوري وحلفائه ضمن مئات النقاط في البادية بمؤازرة عمليات تمشيط لم تتوقف فعليا عن ملاحقة فلول التنظيم ضمن مساحات مترامية الأطراف. تصعيد خلايا داعش بدأ بمهاجمة صهاريج نفطية بين الرقة والسلمية واستهداف حاجز للجيش السوري في معادن عتيق الأسبوع الماضي، ويبدو أنه مرشح للتصاعد مع خطط أمريكية لإرباك الجيش السوري وحلفائه في دير الزور والبادية. محمد الخضر، دمشق، الميادين. اتهمت أرمينيا أذربيجان بمواصلة منع وصول المساعدات إلى الأرمينيين في إقليم ناغورنو كاراباخ، وحذرت من أن ذلك قد يجهض فرص السلام بين البلدين. رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان قال إن شاحنات تحمل المعكرونة والسكر وأغذية للأطفال منعت من دخول الإقليم، وأشار إلى أن باكو لم تقدم أي تفسير حيال ذلك، محذرا من استمرار تدهور الأزمة الإنسانية من جراء تعطيل حركة المرور عبر ممر لاتشين الواصل بين أرمينيا والإقليم. قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه سيكون هناك قيود على ما يمكن أن تفعله إيران بالأموال التي أفرجت واشنطن عنها. أما في شأن إطلاق طهران 5 أمريكيين محتجزين لديها، فأكد كيربي أن المحادثات بشأن ذلك لا تزال جارية، وأشار إلى أنه لم يجري حتى الآن الانتهاء من الاتفاق في شأن عودة هؤلاء إلى ديارهم. بعد مفاوضات غير مباشرة، طهران وواشنطن تتوصلان إلى اتفاق لتبادل السجناء والإفراج عن أموال إيرانية في كوريا الجنوبية ودول أخرى جمدتها الولايات المتحدة سابقا بفعل العقوبات. تقرير سيافيش فلاحبور. برغم الأجواء المشوبة بالتوتر بين البلدين، نجحت إيران والولايات المتحدة في تحقيق اتفاق على تبادل معتقلين لديهما مع تحرير أرصدة إيرانية محتجزة بقرار أمريكي. مفاوضات غير مباشرة بدأتها إدارة بايدن مع طهران من باب تبادل السجناء، بعدما رفضت في وقت سابق إمكانية التوصل إلى أي اتفاق في المستقبل القريب. قبل عام رأينا خروج الجانب الأمريكي من المفاوضات بذريعة يعني عدم التوصل إلى نتيجة، ولكن كان لديهم هدف يعني متابعة أعمال الشغب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن هم الآن عندما رأوا بأنه فشل هذا المخطط عادوا مرة أخرى إلى المفاوضات. هذا بالذات إنجاز مهم لإيران، يعني إيران استطاعت أن تفشل مخطط هؤلاء وتحقق إنجازا من خلال يعني التوصل إلى اتفاق في هذا الملف. تبادل السجناء هو العنوان الأبرز للاتفاق الجديد بين الطرفين، حيث تشمل أيضا تحرير نحو 10 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بفعل العقوبات الأمريكية في مختلف الدول بما فيها كوريا الجنوبية والعراق وبعض المصارف الأوروبية. صفقة تمثل خطوة نحو الأمام، وتأتي وفق الخارجية الإيرانية استمرارا لجهود مؤسسات الدولة لحماية حقوق الإيرانيين في كافة أنحاء العالم في وجه العقوبات الأمريكية الظالمة. بعدما راهنت واشنطن وكثير من العواصم الغربية على نجاح عمل الشغب العام الماضي لقلب المعادلات ضد طهران، تشهد العلاقات الغربية الإيرانية ولا سيما الأمريكية منها مؤشرات إيجابية، وإن أتت خارج سياق مفاوضة الاتفاق النووي والأرجح أنها ستنعكس إيجابا على هذا المسار. سيوش فلاحبور، طهران، الميادين. أعلنت الأمم المتحدة إنهاء سحب أكثر من 1 مليون برميل من النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة سواحل اليمن في البحر الأحمر، متجنبة بذلك كارثة بيئية محتملة كانت ستكلف 10 مليارات دولارات.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشاد بانتهاء المهمة وقال إنها جنبت وقوع كارثة ضخمة إنسانيا وبيئيا في البحر الأحمر. وعملت فرق الإنقاذ 18 يوما لتفريغ الحمولة وسط درجات حرارة عالية وتيارات بحرية قوية بتكلفة تجاوزت 120 مليون دولار. يرحب الأمين العام بأنباء نجاح نقل نفط من الناقلة صافر إلى حاملة نفط أخرى بأمان، ما جنب ما كان يمكن أن يتحول إلى كارثة بيئية هائلة ومصيبة إنسانية. يؤكد الأمين العام تصميم الأمم المتحدة على إكمال العملية بما فيها تسليم عوامات متخصصة يمكن بها جر الناقلة صافر بأمان، وشكر للحكومة اليمنية تعاونها وأكد الحاجة إلى مزيد من التمويل لإكمال المشروع ولإزالة ما تبقى من تهديد لبيئة البحر الأحمر. إفراج لجنة العفو الرئاسي في مصر عن 33 من السجناء في قضايا الرأي لاقى ترحيبا سياسيا وحقوقيا، خطوة عدها البعض انفراجة سياسية في ظل مطالبات بالإفراج والعفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين. تقرير خالد أبو عرب. هي لحظات لا تقدر بثمن، لحظات الحرية التي يعيشها هؤلاء بعد إطلاق سراحهم. 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي أفرج عنهم بقرار من لجنة العفو الرئاسي، أبرزهم المحامي يوسف منصور والباحث الاقتصادي عمر الشنيطي والناشط السياسي أحمد حسنين. خطوة يرى حقوقيون أنها تمثل انفراجا سياسيا يتسق مع أهداف الحوار الوطني، آملين مزيدا من الإفراجات في المرحلة المقبلة. نجحت لجنة العفو الرئاسي ونجحت النيابة العامة ونجح المكتب الرئاسي في أنه يضع مجموعة من القواعد تنطبق على عدد كبير من الشباب، وكانت النتيجة هي الإفراجات المتتالية. الأمل معقودة في الوقت الراهن، وإحنا في بعد مرور عام من الحوار الوطني أنه هذا الملف أن له أن يرحل. وبينما رحب كثيرون بالخطوة التي تأتي بعد أسابيع قليلة من إفراجات سابقة عن عدد من السجناء، طلب آخرون بالإفراج والعفو الشامل عن جميع المعتقلين السياسيين في مصر وباستمرار تقريب وجهات النظر مع المعارضين. بنطالب بعفو شامل عن سجناء الرأي الذين صدرت بحقهم أحكام. إذا كانت النيابة هتفرج بعد الحبس الاحتياطي على سجناء الرأي الذين لم توجه إليهم تهمة، فرئيس الجمهورية من حقه دستوريا العفو الشامل عن سجناء الرأي الذين صدرت بحقهم أحكام، وكما قلنا هؤلاء الذين لم يقترفوا أي عنف أو حرضوا عليه. وكانت لجنة العفو الرئاسي التي تم تفعيلها العام الماضي تزامنا مع إطلاق الرئيس المصري أول حوار وطني لمناقشة كل القضايا الخلافية مع المعارضة، أصدرت منذ تأسيسها عددا من قرارات إطلاق السراح ومن قوائم عفو رئاسي عن المحبوسين في السجون المصرية. موجات الإفراج المتتالية عن المحبوسين يرى مراقبون أنها تتسق مع أهداف الحوار الوطني وتسهم في إنجاحه وتخلق مناخا سياسيا إيجابيا، فيما يطالب آخرون بمزيد من الإفراجات بوتيرة أسرع. خالد أبو عرب، القاهرة، الميادين. أعلن الرئيس البرازيلي لويس إناسيو لولا دا سيلفا إحياء برنامج بقيمة 350 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية في البرازيل. وأضاف لولا دا سيلفا في خطاب من ريو دي جانيرو أن بلاده ترحب بالاستثمارات من الدول الأخرى لتحفيز النمو، مشيرا إلى أنه سيطلب إلى نظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي جو بايدن والقادة العرب زيادة الاستثمارات في البرازيل. وأكد الرئيس البرازيلي أن الدول الأوروبية حريصة على الاستثمار في أمريكا اللاتينية. سيعود النمو في البرازيل إلى التسارع من جديد وسيسلك المسار الصحيح، ويجب أن يكون نموا مستداما. الكوكب ما عاد يتحمل الضغط البيئي، من المستحيل التفكير في أي شكل من أشكال النمو الاقتصادي سوى ذلك الأخضر والمستدام. في ماليزيا توافد الناخبون في 6 ولايات للإداء بأصواتهم في الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد، وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام نحو 10 ملايين ناخب يحق لهم التصويت لاختيار 245 من أعضاء المجالس في الولايات الست. ويحظى رئيس الوزراء الحالي أنور إبراهيم بالغالبية في 3 من الولايات الست، فيما يهيمن تحالف الملايو بقيادة رئيس الوزراء السابق محي الدين ياسين على الولايات الأخرى.
يشارك آلاف الأطباء في المستشفيات البريطانية في إضراب لأربعة أيام للمطالبة بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي تشهده البلاد. ونزل آلاف الأطباء المبتدئين إلى شوارع العاصمة لندن احتجاجا على انخفاض الأجور، ورفعوا شعارات تطالب بإنقاذ نظام الخدمة الصحية الوطنية وزيادة الأجور. وفي الأشهر الأخيرة كثف الأطباء المبتدئون تحركاتهم واحتجاجاتهم، ما أدى إلى تأجيل آلاف المواعيد الطبية. قال حاكم ولاية هاواي الأمريكية أن عدد الوفيات بسبب حرائق الغابات المستمرة في هاواي ارتفع إلى 67 شخصا. مسؤولون في الولاية حذروا من احتمال ارتفاع حصيلة القتلى مع استمرار اشتعال النيران وانتشار الفرق للبحث في المناطق المتفحمة، وخصوصا منطقة لاهينا التاريخية، حيث يجري استخدام ثلاث طائرات مروحية من خفر السواحل والبحرية الأمريكية في جهود البحث والإنقاذ على طول ساحل جزيرة ماوي الغربي. قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. حزب الله يكشف عن منظومة تار الله للصواريخ المزدوجة الموجهة ضد الدروع، وقلق في تل أبيب من عدم جاهزية الجبهة الداخلية لأي حرب. وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط محاولة أوكرانية لمهاجمة القرم بعشرين مسيرة، وشويغو يتفقد قوات بلاده في منطقة القطب الشمالي. بكين تتهم واشنطن بالسعي لتقويض الاستقرار في بحر الصين الجنوبي من أجل تحقيق مصالحها، ونائب رئيسة تايوان يستعد لزيارة الولايات المتحدة. تأجيل اجتماع رؤساء أركان مجموعة إكواس بشأن النيجر، وأنصار المجلس العسكري يتظاهرون رفضا لتهديدات المجموعة باستخدام القوة. المزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.